السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده هنتكلم عن حقائق مرعبة والجانب المظلم للجدة جراني. بس قبل ما نبدأ حابب افكركم بحاجة، ان في نسبة كبيرة منكم بتشاهد القناة ومش بتشترك. اتمنى منك انك تشترك في القناة، ولو الفيديو عجبك ما تنسوش تتفاعلوا معاه، وقبل كل ده ما تنسوش تصلوا على النبي. واسيبكم مع الفيديو. هل عمرك يا صديقي فكرت تترجم الرسالة الموجودة في اللعبة دي وتشوف ايه المكتوب جواها؟ يلا بينا نترجمها دلوقتي ونشوف ايه قصتها وبتتكلم عن ايه. ودلوقتي اللي فهمناه من الرسالة إن الضحية اللي فاتت كان بيتعذب بأبشع الطرق في بيت جيراني، وقد إيه كان موضح المعاناة اللي كان بيعانيها في الرسالة. ده غير إن جيراني عجوز ذكية جدا، زي إنها بتقدر تصنع الأفخاخ اللي بتملى بيها البيت علشان تسهل عليها الاصطياد ضحيتها بكل سهولة. رغم إن الضحية اللي فاتت وضحت في الرسالة إن جيراني بتخفي أغراض مهمة داخل الفاكهة، زي ما إحنا بنلاقي دايما إنها خافية جواها أغراض مهمة جدا زي المفاتيح. ده غير ان جراني شخصية متأثرة جدا بسلندرينا، زي ما بتلاحظوا لما بتلمسوا الدنيا الخاصة بسلندرينا جراني بتغضب جدا وبتبقى عايزة تموتك بأي طريقة، زي ما بنلاقي في كل مكان في البيت مكتوب كلمة 5 أيام. 5 أيام يعني انك لو فشلت في كل الأيام انك تهرب جراني هتخلص منك للأبد، عن طريق انها تصدمك بسيارتها، او عن طريق انها تقطع راسك، او عن طريق انها تاكلك. هعرض لكم النهايات كاملة اتفرجوا عليها.